بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، نظمت ندوة بمدينة الرباط بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك خلال الشراكة التي جمعت بين كوكاكولا للرعاية وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بهدف تمكين المرأة القروية من الأنشطة المدرة للدخل في مجال الفلاحة نظرا للحقوق التي تتمتع بها المرأة المغربية منذ سنوات. كيظهر لي هذه تجربة جد إيجابية اللي قابت بها اليوم لونيو فام، واللي هي في حقيقة ثلاثية تجمع ما بين القطاع الخاص، ما بين القطاعات الحكومية، وأيضا ما بين مؤسسة دولية مستقلة اللي هي لونيو فام. كيظهر لي هذا النوع من التجارب يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، لأنه عنده أولا عنده واحد نوع من التنزيل الجهوي والمحلي اللي كيكون عنده آثار مباشرة على النساء في هذه المناطق، ونعلم أيضا بأهمية دور النساء خصوصا في العالم القروي، سواء يعني جميع الميادين في العالم القروي، وأهميتهم أيضا في بناء المجتمع، لأن إلا مكننا، أنا دائما أقولها، الاستقلالية المالية والاقتصادية للمرأة هي أول مرحلة. شنو الهدف من هذا البرنامج؟ الهدف منه هو وضع أنشطة مديرة للدخل للمرأة البدوية اللي كتمكنها أنها تنتفع هي وتنفع العائلة ديالها وتنفع المجتمع والمحيط ديالها. ألوغ هاد الأنشطة المديرة للدخل بطبيعة الحال في ميدان الزراعة، مثلا عندنا سكون أبل لي بلانت ميديسينال لي بلانت أروماتيك، عندنا مثلا زيت الزيتون، كلها أنشطة اللي كتوالم مع البيئة اللي كيكونوا فيها هاد النساء البدويات. موضوع التغيرات المناخية وعلاقته بالمرأة القروية كان له حضور أيضا، بحيث أن المعادلة المناخية تعد مدخلا للتنمية المستدامة، مما يستدعي الاشتغال في تعزيز الموارد الطبيعية خصوصا المياه، دون نسيان أن المرأة القروية من شأنها خلق مناصب مدرة للدخل ويصبحن قائدات في محيطهن الاجتماعي. نحن أمام واحد المشاريع كثيرة حكومية، خاصة تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في بعدها الترابي، اللي كيهم في أكثره الجانب يعني المجال القروي، وكذلك في إعادة النظر، وكذلك إقامة واحد المجموعة المشاريع للاشتغال على المدخل الأساسي اللي هو أن تعزز الموارد الطبيعية اللي هي أصلا إلى الدرس كتضرر فيها الحقوق الأساسية للنساء، خاصة فيما يتعلق بالموارد ذات الصلة المباشرة، لا فيما يتعلق بالماء والموارد الطبيعية. كنعتبروا حنايا في منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين أن القضية ديال التمكين الاقتصادي للنساء هي قضية اللي الديتيرمين تنقولوا بالفرنسية، هي اللي كتخلي أن النساء تيكون عندهم المواطنة ديالتهم حقيقية، والتأثير في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي ديالهم. وكنتمنوا أننا هاد التجربة اللي هي نموذجية في جوج ديال الأوساط مختلفة، واحدة جبلية واحدة وسط في ريزوازيس في الواحات، أن هاد جوج التجربات اللي تمكننا من خلالهم أن نقيسوا بعض المئات ديال النساء في مجال ديال الزيتون وفي مجال ديال ما نسميه بلي بلانت أروماتيك، أننا نقدروا نوسعوها لمناطق أخرى ونقيسوا عدد أكثر من النساء.
المرأة القروية لها دور فعال إذن في العالم القروي، الشيء الذي يستدعي معه تسخير إمكانيات مادية ومعنوية لتخلق لنفسها مناصب شغل مديرة للدخل، نظرا لما تتمتع به المرأة المغربية من حقوق.